سنة 2002 اكتشفوا ان ممكن يكون الانسان عايش جواه اتنين. ايوه جواه اتنين، مستغرب ليه؟ طيب ازاي؟ هل ده مرض نفسي ولا عضوي ولا ايه؟ هل ليه علاج؟ هل المرض ده معدي؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. انا ميار خالد وموضوعنا النهاردة عن الكايميريزم. كانت بداية المرض قصة غريبة جدا. واحدة اسمها كارين كيجن احتاجت نقل كلية، راحت هي وأولادها علشان يعملوا تحاليل ونشوف مين يوافق دمها علشان يتبرع لها بالكلية. لكن التحاليل أثبتت حاجة غريبة جدا، أثبتت أن كارين مستحيل تكون أم للأولاد دول. طب إزاي؟ قدر يحل اللغز ده دكتور أثبت أن كارين عندها مرض جيني اسمه كايميريزم. تعالوا نتعرف على تفاصيل أكتر للمرض ده. مبدئيا كايمرا هي عبارة عن أسطورة يونانية، وكانوا بيعبروا عنها بالصورة اللي احنا شايفينها، جسم أسد وراس معزة وديل تعبان. من هنا أطلقوا على المرض ده كايميريزم، لأن ببساطة الشخص الواحد ممكن يكون فيه نوعين من الخلايا المختلفة. وده اللي حصل مع كارين. كارين كان عندها DNA لخلايا الدم مختلف تماما عن DNA لخلايا الأنسجة. طيب ايه السبب في ده وازاي ده بيحصل؟ تعالوا نعرف ايه هي الاسباب. لو ان في اسباب كتيرة للكايميريزم، فمثلا ممكن تكون خلايا من الجنين بتتنقل للام او العكس، خلايا من الام بتتنقل للجنين، واللي اكيد مختلفين عن بعض خاصة لو كان الجنين ولد. في سنة 2015 العلماء لاحظوا ان في كتير من الامهات بتتوفى اثناء حملها. اخدوا عينة من 26 سيدة من أماكن مختلفة في جسمهم، من الكلية والطحال الرئة حتى المخ، وزي ما توقعوا إنها مش صدفة، والدراسة أثبتت وجود خلايا جنينية واللي اتنقلت أثناء الحمل خلال الدم من الجنين وانتشرت في خلايا الأم، واللي أكد ده إنها بتحتوي على واي كروموزوم واللي بيبقى موجود في الذكور بس. سموا النوع ده من الكايميريزم مايكرو كايميريزم. أما السبب التاني للكايميريزم إن الأم بتكون حامل في توأم، ولكن واحد منهم بيموت، فالجنين اللي لسه عايش بيتنقل له حبة من خلايا الجنين اللي مات، فبيتولد الجنين جواه خلايا بتاعته وجزء من خلايا أخوه اللي مات، يعني زي ما تقول كده my twin inside me. وده نوع من الكايميريزم بيسموه twin كايميريزم. السبب الثالث من الكايميريزم بيكون في اتنين من الحيوانات المنوية بيخصبوا بويضتين على امل انه يتكون توأم، ولكن للأسف اللي بيحصل اختلاط ما بين خلايا الجنينين وبيكونوا شخص واحد بس، وهنا الام ما بتعرفش انها كانت حامل في توأم. اشهر مثال عندنا موديل ومغنية في كاليفورنيا اسمها تيلور مايو، واللي اتولدت بلونين مختلفين من الجلد على بطنها شبه ما احنا شايفين، والنوع ده بنسميه تترا جاماتيك كايميريزم. والنوع الرابع من الكايميريزم، هنا الانسان بيتولد طبيعي تماما، ولكن بيضطر ان يعمل نقل لنخاع العظام مثلا علشان يعالج ليوكيميا واللي بتدمر نخاع العظام تماما، واللي هو بيكون كل خلايا الدم. واحنا بننقله نخاع العظام ممكن ننقله من واحد ليه نفس الدي ان ايه، وفي الحالة دي ما يبقاش كايميرا، او نضطر ننقله نخاع عظام من شخص عنده الدي ان ايه مختلف، فبالتالي هيقعد طول حياته يكون خلايا دم الدي ان ايه بتاعها شبه دي ان ايه بتاع المتبرع، واللي مختلفة تماما عن الدي ان ايه خلايا الانسجة بتاعة المصاب. النوع ده من الكايميريزم بنسميه artificial كايميريزم. ودلوقتي بقى مش هيبقى غريب لما تلاقي واحد عنده عين بني وعين زرقاء، او تلاقي واحد عنده في جسمه لونين مختلفين، هو شخص عادي، كل الحكاية ان عنده مرض جيني اسمه كايميريزم.